بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بجميع الحضور ونبارك للفريقين اللذين تأهلا للجولة النهائية، فريق جامعة قطر وفريق الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا. نبارك لهما وصول الدور النهائي، ونبارك لكم جميعاً، نبارك لجميع من اشترك في هذه البطولة، البطولة الدولية الرابعة للمناظرات في اللغة العربية للجامعات. نبارك لكم جميعاً، وإن لم تصلوا إلى الجولة النهائية نبارك مشاركتكم، نبارك منافستكم، نبارك استفادتكم من حضور هذه البطولة. بالتأكيد الجميع استفاد من هذه البطولة، هذه البطولة أعطتنا جميعاً الفرصة لكي نعمق تفكيرنا، لكي نعمق آراءنا ورؤانا. يقال بأن الآراء كالمسامير تزداد عمقاً كلما زاد الطرق عليها. أتلو عليكم الآن نص القضية التي ستجري المناظرة حولها. القضية هي: يرى هذا المجلس أن على المسلمين المعتدلين، يرى هذا المجلس أن على المسلمين المعتدلين الاعتذار ونقد العمليات الإرهابية التي تحدث باسم الإسلام. هذا هو نص القضية. كما تعلمون جميعاً أننا نعيش في هذا العالم وفي ظل هذه الظروف التي يعيشها العالم من حولنا. العمليات الإرهابية تجتاح العالم من مختلف أقطاره، وللأسف يتورط في بعض هذه العمليات بعض المسلمين، فبمجرد أن تحصل هذه العمليات يسارع المسلمون للاستنكار والتنديد والنقد والاعتذار. فالسؤال: هل يجب على المسلمين أن يعتذروا عن كل عملية إرهابية تجري على يد أحد المسلمين؟ أم أن الاعتذار يجعل المسلمين في محل المتهم الذي عليه أن يبرئ نفسه باستمرار؟ هل واجب المسلمين أن ينتقدوا هذه العمليات حتى لا تحسب عليهم؟ أم أن الافتراض منذ البداية أن هذا الفعل يمثل المسلمين هو افتراض خاطئ، وبالتالي فإن الاعتذار لا يلزمهم؟ حول هذه التساؤلات وحول هذه القضايا ستجري المناظرة. لذلك أدعو الآن أولاً فريق الموالاة للدخول، فريق الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، المتحدث الأول عبد الرحيم بن إلياس، المتحدث الثاني محمد إكمال حكيمي، والمتحدث الثالث محمد نور فرمان. وأدعو فريق جامعة قطر معارضة للدخول، المتحدث الأول براء ضرار الأحمر، المتحدث الثاني أنس صرصر، المتحدث الثالث عبد الرحمن الكبيسي. سأترك موقعي الآن لأتوجه إلى منصة التحكيم لكي تبدأ المناظرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ المناظرة بالتعريف بنفسي. بإذن الله سأترأس هذه الجلسة معكم الدكتور علي السند من الكويت، وأدعو زملائي في لجنة التحكيم بالتعريف بأنفسهم. دكتور زهير المدنيني، الجمهورية التونسية. بدر الشاطي من دولة الكويت. ثائر الفرحات من المملكة الأردنية الهاشمية. سالم الشماخي من سلطنة عمان. هدى الخالدي، مملكة البحرين. المقداد أحمد من جمهورية السودان. نهى غناجة من المملكة الأردنية الهاشمية. كيارا عياد، الجمهورية الفرنسية. ضابط الوقت، نورة الدرويش. نبدأ المناظرة ونرجو من جميع الحضور التزام الهدوء، وإن كان هناك من تفاعل أو تشجيع فنتمنى أن يكون بقدر بحيث لا يؤثر على تركيز المتناظرين. نبدأ مع المتحدث الأول من فريق الموالاة من الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، المتحدث الأول عبد الرحيم بن إلياس. تفضل عبد الرحيم. أيها السادة الكرام، أن ديننا دين الإسلام الذي نصفه دائماً بالرحمة للعالمين الآن متهم ومفترى عليه بافتراءات كثيرة وكذلك باتهامات الباطلة بسبب انتشار فكرة الإرهابية. أيها الجمهور الكريم، فلذلك أيها الجمهور، نتيجة من هذه الافتراءات والاتهامات الباطلة من قبل المجتمع العالم جميعها أيها الجمهور الكريم. أرجو التوقف قليلاً لأن الفريق المعارضة لا يسمع. أتمنى إن كان في توفير سماعات للفرق بسبب الصدى ما يسمعون. الموالات بعد اثنين. نعيد التوقيت يا نعيد التوقيت. سنبدأ من الأول، سنعيد التوقيت. تفضل ابدأ من البداية. البداية أكمل. ابدأ من أول. ابدأ من الأول. نعم. تفضل. أيها السادة الكرام، أن ديننا دين الإسلام حقيقة الآن متهم ومفترى عليه بالإدعاءات الباطلة أيها الجمهور، فلذلك هذا الدين الذي نصفه دائما بالرحمة للعالمين يجب علينا الدفاع عنه وكذلك عن سمعته أيها الجمهور الكريم. فلذلك نتيجة من هذه الادعاءات وكذلك الافتراءات أيها الجمهور، يحدث هناك ظاهرة إسلاموفوبيا أيها الجمهور. فلذلك بعد حدوث وانتشار هذه الفكرة الخاطرة جدا أيها الجمهور، بعد ذلك
قد عانت المسلمون من جميع مناطق العالم بسوء تعامل مجتمعات الغير المسلمين وحكومتهم تجاه المسلمين. فلذلك أيها الجمهور الكريم، بناء على هذه المشكلة الدافعة أيها الجمهور، نتقدم إلى هذه القاعة المشرفة لنوالي قرار المجلس الذي يقول بأنه يرى أنه على المسلمين المعتدين الاعتذار عن وكذلك نقد العمليات الإرهابية التي تحدث باسم الإسلام، نظراً إلى الهدف وموقفنا الرئيسي، ألا وهو تنزيه سمعة الإسلام وكذلك حماية المسلمين عن الآثار السلبية المترتبة من إسلاموفوبيا، وكذلك مشاركة حماية المسلمين من مشاركتهم في الأنشطة المؤدية إلى العمليات الإرهابية. فلذلك دعوني أن أعرف لكم هذه القضية تعريفاً واضحاً. أولاً أيها الجمهور، المسلمون المعتدلون من هم؟ هم المتبقون من هذه المنتمين إلى الفكرة الإرهابية، وهم حقيقة أغلبية المسلمين، حيث هناك 99 من المسلمين الذين لا ينتمون إلى هذه الفكرة، فهم من السياسيون والعلماء والمثقفين والإعلاميين وكذلك العوام. فلذلك الاعتذار والنقد، نتكلم عن حقيقة من عملية من ضمن الاعتذار والنقد، يكون هناك نفي انتساب الإرهاب إلى الإسلام، وهذا من ضمن بيان حقيقة الإسلام التي تجاهلت عنها الفرق الإرهابية. أيها الجمهور الكريم، بعد ذلك نتكلم عن آليات، ما آليات هذا النقد أيها الجمهور؟ وهذا النقد هذا النقد عبر وسائل الإعلام وكذلك المؤتمرات وكذلك البرامج والحملات التوعوية وكذلك نشر البحوث والبحوث الكثيرة تجاه هذه القضية. ثم نتكلم كذلك عن العمليات الإرهابية، وهي كما عرفنا هو الانفجارات والقتل الجماعي وما إلى ذلك التي يحدث باسم الإسلام. فلذلك نحن من فريق الموالاة سنتناول شرح هذا الموضوع بأربعة المحاور. أولاً محور الوعي، كذلك محور الإنساني، ثم الاجتماعي، ثم السياحي. أما أنا بوصف المتحدث الأول سأتناول شرح الحجة الأولى تحت المحور الوعي، وصديقي المتحدث الثاني سيتناول الشرح في الإنساني والاجتماعي وكذلك السياسي. فأبدأ مباشرة في حجتنا، وقبل ذلك نتحدى هذه المعارضة بأن تبرهن لنا أن حقيقة ليس هناك أي ضرورة وأي إيجابيات في النقد والاعتذار من هذه العمليات للفرق الإرهابية لإيقاف إسلاموفوبيا وكذلك الآثار المترتبة عنها. فلذلك حجتنا الأولى تحت المحور الوعي، نتكلم عن تصحيح فهم المسلمين واستيعابهم حول الإسلام أيها الجمهور. أولاً النقطة الأولى نتكلم عن عبر تصحيح فهم المسلمين واستيعابهم عن الإسلام يؤدي إلى تنزيه اسم الإسلام من الافتراءات والاتهامات الباطلة. فلذلك أيها الجمهور الكريم، وهذا مثلاً عبر توضيح حول مفهوم الجهاد في الإسلام التي دائماً تجاهلت عنه الفرق الإرهابية حتى يؤدي إلى هذه العمليات الإرهابية. فكذلك من خلال هذا التصحيح أيها الجمهور يؤدي إلى إبعاد المسلمين من الميل إلى الفكرة الإرهابية. وكيف هذا أيها الجمهور الكريم؟ لأن أيها الجمهور الجزر التي يؤدي إلى انتشار هذه الفكرة هي سوء الفهم من قبل المسلمين أنفسهم تجاه المفهوم الجهاد مثلاً في الإسلام، مما يؤدي إلى انتشار العمليات الإرهابية مثلاً أيها الجمهور. فكذلك المثال الواضح كيف حقيقة أن هذه عملية النقد والاعتذار أيها الجمهور من خلال البحوث وما إلى ذلك تستطيع أن تصحح مفهوم الإسلام لجميع العالم. مثلاً أيها الجمهور، الجهد الذي قام به الشيخ عبد الله بن بيه حيث هناك في مؤتمر مردين أيها الجمهور، كيف حقيقة في هذا المؤتمر قد بحث الشيخ عبد الله بن بيه عن هناك كتاب ابن تيمية الذي يعتمد عليها لإجراء عمليات الإرهاب.
كيف هذا أيها الجمهور الكريم؟ هؤلاء الإرهابيون قالوا بأن ابن تيمية قال بأن غير المسلمين يقاتلون، ولكن عندما بحث الشيخ عبد الله بن بيه في هذه المخطوطات الأصلية، المخطوطة الأصلية قالت بأن غير المسلمين يعاملون وليس يقاتلون، فلذلك من قبل هذه عملية النقل وكذلك الاعتذار لهؤلاء الفرق الإرهابية، نستطيع بذلك أن نصحح فهم المسلمين واستيعابهم تجاه مفهوم الإسلام الحقيقي. وهذا أيها الجمهور الكريم سيوقف المسلمين أنفسهم من الانتماء والميل إلى الفكرة الإرهابية. فلذلك من خلال احتجاجنا في حجتنا الأولى برهنا لكم كيف حقيقة خلال النقد وكذلك نقد الاعتذار ونقل عملية الإرهابية التي تحدث باسم الإسلام، نستطيع أن نصحح فهم المسلمين ونوعي المسلمين عن مفهوم دينهم الأصل الحقيقي، وكذلك نبعدهم عن الانتماء والميل إلى هذه الفكرة الإرهابية. بناء على هذا نطلب سيد رئيس الجلسة وكذلك سادة المحكمين وجميع أعضاء المجلس الموقر لأن نقبل هذا القرار من قبل المجلس قبولاً باتاً تاماً لا رجعة فيه. فسلام الله عليكم. شكراً للمتحدث الأول من فريق الموالاة عبد الرحيم بن إلياس. أدعو الآن المتحدث الأول من فريق المعارضة جامعة قطر براء ضرار الأحمر. أرجو من المتحدث أن يبتعد عن الميكروفون قليلاً عشان الصوت. ألو. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أرحب بلجنة التحكيم وأرحب بفريقي فريق المعارضة والفريق الخصم ضيوفنا من ماليزيا. دعوني لا أطيل في البداية وأبدأ بالتفنيد. ربما سأبدأ بالتناقض الذي جاء به المتحدث الأول من فريق الموالاة، حيث قال بأن هدفهم هو تصحيح فكرة الإسلام واقترح طريقة جيدة جدا نوافقه عليها هنا نحن فريق المعارضة، وهي طريقة الشيخ عبد الله بن بيه عندما كان يذهب إلى المؤتمرات ويشرح فكر الإسلام الصحيح ولم يكن يعتذر أبدا عن أن هذه العمليات، بل كان يشرح ويري الناس بأن كيف هذا الإسلام يكون بطريقة صحيحة، ولم يعتذر يوما ولم يقل بأننا يجب أن ننقض وما إلى ذلك، بل اتخذ النهج الصحيح في تصحيح فكرة الإسلام في بيان كيف أن الإسلام يصب بأنه دين إسلام ودين رحمة كما قال أيضا المتحدث الأول. كانت آليتهم وربما التفوا على معنى كلمة اعتذار، والاعتذار هو يعني أن تعتذر عن شيء خاطئ قمت به، يعني أنني أنا قمت بخطأ بالتالي سوف أعتذر. إذن الاعتذار يسبقه خطأ، ولا تقول لي بأن الاعتذار يعني تبرئة. إذن عندما تعتذر أنت تخطئ بالقانون، عندما تعتذر هذا يعتبر إقرار منك بأنك أنت كنت المسؤول عن هذا الخطأ، بالتالي عندما يأتي المسلمون ليعتذروا يقرون بهذا الخطأ، بالتالي أنت تزيد من مشكلة الإسلاموفوبيا ولا تحلها. دعوني آتي بالمشكلة التي انطلق منها فريقهم، ألا وهي مشكلة الإسلاموفوبيا، سوء تعامل المجتمعات مع المسلمين بسبب الإسلاموفوبيا. كيف كنت قد طلبت مداخلة لم يأخذها، ولو كان أخذها كنت سأقول له ما هو الأساس الذي بدأ منه الإسلاموفوبيا. الإسلاموفوبيا لم يبدأ أبدا بسبب أن العمليات الإرهابية، وإنما الإسلاموفوبيا بدأت بسبب خطاب الكراهية الموحد ضد الإسلام، خطاب الكراهية الموجود في الغرب ضد المسلمين، خطاب الكراهية والاتهامات، الانقياد السياسي واللوبيات الموجودة في أمريكا واللوبيات الصهيونية في مختلف العوالم التي توجه دائما الاتهامات نحو الإسلام. أنت الآن كمسلم كيف عليك أن تثبت هذه الاتهامات؟ قف مع فريق الموالاة واعتذر عن هذه الأخطاء لكي تثبت بأن هذه الاتهامات صحيحة. قف مع فريق الموالاة واذهب إليهم واعتذر في كل مرة يكون فيها هؤلاء المسلمين يقومون بعملية إرهابية، لكي يرتبط دائما مفهوم الإسلاموفوبيا بالمسلمين، لكي يرتبط دائما بأننا مخطئون، لكي نأتي دائما ونصف مع فريق الموالاة، لكي يناقضوا تعريفهم بأنهم لا يريدون أبدا أن يبعدوا النزاهة عن الإسلام بل يريدون أن يربطونها. إذن هم تناقضوا مع هدفهم وأعطوا مثالاً لكيف أننا يجب أن نقف مع الإسلام نحن نوافقه تماماً هناك فريق معارضة. دعوني الآن أيضاً
نعم، وقالوا بأن هناك الكثير من التعاملات ضد المسلمين والانفجارات والعمليات الإرهابية وما إلى ذلك. نحن هنا في فريق المعارضة بشر، لسنا بالحيوانات، لذلك نحن نتعاطف مع جميع العمليات الإرهابية ومع ضحاياها أياً كانت، سواء كانت بسبب المسلمين أو بسبب غير المسلمين، ولكن هذا لا يعني أبداً أن نعتذر. عندما كانت أنجلينا ميركل في زيارة لأردوغان وذكرت مفهوم الإرهاب الإسلامي، قال لها أردوغان بأن هذا الشيء مرفوض ورفض ورفضاً تاماً بأن يرتبط الإرهاب بالمسلمين، ولم يعتذر ولم ينقض أبداً أي عمليات مرفوضة. إذن نحن هنا سوف نبدأ، أعتقد بأنني قمت بتفنيد التناقض الكبير وتوضيح التناقض الذي جاء به، وكيف أن تصحيح فكرة الإسلام عند المسلمين نوافقه بالطريقة وهي شرح هذا الإسلام الصحيح. عندما نريد تصحيح الفكرة نشرح الإسلام بطريقة صحيحة ولا نعتذر ولا ننقض. هدفنا هنا نحن كفريق موالاة هو رفض تطبيع فكرة الإرهاب الإسلامي مرفوضة. ذكرت أيضاً بأن مشكلة الإسلاموفوبيا التي جاء بها الفريق كانت في المشكلة في خطاب الكراهية الموجود عند الغرب ضد المسلمين بسبب أجندة سياسية أبداً لا ترتبط بالإسلام وما إلى ذلك. سوف أتحدث أنا كفريق متحدث أول عن فريق الموالاة بمحور الاعتذار، كيف وأبين كيف أن الاعتذار إقرار وتطبيع، وسوف يتحدث زميل الثاني أنف عن محور عدم فعالية الحل وكيف سيزيد هذا الوضع سوءاً وينقلب على المسلمين. إذن عندما نأتي نحن هنا اليوم كفريق موالاة لكي نقول بأننا نريد أن نعتذر، بداية دعونا نعترف جميعا بأن الاعتذار هو إقرار، والاعتذار لا يكون إلا عن خطأ. إذا لم تخطئ إذن أنت أبدا لست مجبر على الاعتذار، وهذا أيضا تناقض آخر عند فريق الموالاة، حيث أنه أتى إلى هنا لكي يبرئ المسلمين ولكي يقول بأنهم ليسوا مخطئين ولكن عليهم الاعتذار. إذا أنت تجعلهم يعتذرون عن شيء هم لم يخطئوا به وتعترف أنت بأنهم لم يخطئوا به، شكرا لك. إذا دائما أيضا الاعتذار عندما يكون خطأ فأنت تكون قد أسأت لشخص آخر، في هذه الحالة هي عبارة عن تفجيرات وإرهابات ودول، إذن هو يفترض بأن المسلمين عليهم أن يعتذروا لأنهم قاموا بالإخطاء، يريدون منا أن نقر بالخطأ. ونعم النص يقول تخصص المسلمين، النص هنا عندما يخصص المسلمين تخيلوا معي في كل مرة تخصص هؤلاء المسلمين لكي يذهبوا وينقضوا هذه العمليات أيضا التي ترى باسم الإسلام. إذن نحن نريد أن نربط دائما بأن المسلمين يجب أن يعتذروا عن العمليات الإرهابية باسم الإسلام، المسلمين يعتذروا عن العمليات الإرهابية باسم الإسلام، المسلمين يعتذروا عن العمليات الإرهابية بالنسبة للإسلام، حتى نزيد من فكرة الإسلاموفوبيا، حتى نقول للغرب نعم أنتم صحيح، نحن من نقوم بهذه العمليات، نحن آسفون، نحن لا نستطيع أن نسيطر على شعوبنا، نحن لا نستطيع أن نوصل رسالة كاملة، نحن لا نستطيع أن نشرح للمسلمين كيف أن هذا الإسلام هو شيء خاطئ. إذن مرفوضة، لدي الكثير من التناقضات لكي أفندها في خطابك. حسنا، يجعل نعم دعوني الآن أنتقل إلى الفكرة الآخرة وهي فكرة النقد. النقد أيضا عندما يكون نابع من الذات، فنحن هنا نرى بأنه نقد ذاتي من المسلم للمسلم نفسه، أي كأنه تحول إلى لوم، أي كأنه تحول إلى عتاب، أي كأن هذا المسلم يقول للمسلم الآخر أنك أخطأت، أي أننا نعود إلى نفس الدائرة وهي فكرة تطبيع الخطأ ضد المسلمين مرة أخرى في هذه العمليات. موقف فريقنا هنا يقف ويقول بأننا نحن نريد رفض تطبيع فكرة الإرهاب ضد المسلمين. كيف سنرفض تطبيع هذه الفكرة؟ من خلال أننا سنقول بأننا نحن كمسلمون لم نرتكب خطأ لكي نعتذر عنه، نحن لن نأتي هنا لكي نعتذر وننقض هذه العمليات الإرهابية لطالما نحن غير مسؤولون عنها. نحن نعم يجب علينا أن إذا كانت لدينا مشاكل داخلية في المسلمين إذا نحن نستطيع أن نحلها بالطريقة التي أتى بها فريق الموالاة، لن نرفض هذا التعريف ولن نرفض هذه الفكرة التي جاء بها، ولكننا سوف نرفض تماما بأن نحذو حذو فريق الموالاة لأن هدفهم هو تنزيه سمعة الإسلام وحماية المسلمين من الإسلاموفوبيا وحماية المسلمين من أن يذهبوا إلى مثل هذه العمليات. يتحقق عندنا عندما نرفض الاعتذار عن خطأ لم نقوم به لكي نصل إلى هدفنا مرة أخرى وهي رفض تطبيع فكرة الإرهاب ضد الإسلامي. انتهيت أنا من محوري وفندت كل ما جاء به المتحدث الأول وبينت كيف أنه جاء بتناقض كبير وهو أنه يريد للمسلمين أن يعتذروا عن خطأ لم يرتكبوه واعترف هذا الشيء بغمضة لسانه، وسوف يكمل المسيرة المتحدث الثاني في محور عدم فعالية الحل وكيف سيزيد الوضع سوء. شكراً للمتحدث الأول من جامعة قطر معارضة براء ضرار الأحمر. الآن مع المتحدث الثاني من فريق الموالاة في الجامعة الإسلامية العالمية الماليزية محمد إكمال حكيمي، تفضل.
بسم الله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا للصاحب المعالي رئيس المجلس، كلا الفريقين الموالى والمعارضة ولجنة الحكام العادلة أصدقاء، ولا أنساكم جمهور الكريم. جمهور الكريم، جئناكم موالين القضية التي جاء بها المجلس، الذي يقول يرى هذا المجلس أنه على المسلمين المعتدلين الاعتذار عن ونقد العمليات الإرهابية التي تحدث باسم الإسلام. فموقفنا من قبل الموالى، نحن نقول ونحن نؤيد هذه القرار التي جاء به المجلس لتنزيه سمعة الإسلام وحماية المسلمين عن الآثار السلبية المترتبة من إسلاموفوبيا، وكذلك مشاركتهم في الأنشطة المؤدية إلى العمليات الإرهابية. عندما جاءت المعارضة وقالت بأننا قد تناقضنا في هذه في موقفنا، ولكن أيها السادة، هي قد أخطأت في فهم هذه الموقف أو هذه الكلمة الاعتذار هنا جمهور. عندما نحن نقول بأن لابد على هؤلاء المسلمين المعتدلين أن يعتذروا عن هذا ثم ينقضوا على هذا، نحن نرى بأن هذه العمليات الإرهابية أثرت سلباً على دين الإسلام وليس على تجمعات الإرهابية نفسها. فعندما هذه العمليات الإرهابية قد أثرت سلباً على دين الإسلام، فنحن نرى بأن لابد علينا أن نعتذر عن هذه القضية، فنحن نقوم بأن ننقض هذه العمليات الإرهابية. لن فقط نعتذر، ولكن نحن ننقض ما هي هذه العمليات الإرهابية، حتى نحن نستطيع أن نوضح لجميع الشعب في العالم أننا دين الإسلام هي ليست دين إرهابي، ولكن هي دين سليم جدا لاحقا عزيزي. فعندما جاءت فهذه الخطأ الكبير عند هذه المعارضة، فهذا ليس تناقض من قبل الموالاة. فنحن ننتقل، تحدث صديقي المتحدث الأول حول المحور الوعي، سوف أتناول حول ثلاث محاور: الإنساني، الاجتماعي والسياسي. فحجتنا الثانية تحت المحور الإنساني، فنقول أن تنفيذ القرار يبرز المبدأ الإنساني. فمن المعلوم أن جميع الأديان وكذلك جميع الناس في أنحاء العالم يقولون ويعتقدون أن المبدأ الإنساني هو من مبدأ لا يستطيع أن يفر منه أي أحد. فلذلك جمهور الكريم، من طبيعة هذا الإرهاب أو هذه العمليات الإرهابية وكذلك هؤلاء المرهبين، هذه العمليات الإرهابية حددت الأمن وكذلك السلامة لجميع الدول المتضررة. وكذلك هؤلاء المرهبون حقيقة سوف لم يقوموا بالاعتذار عما قد فعلوها. فلذلك هل فقط نحن نجلس وننظر هؤلاء الشعب يسبون الإسلام فقط ننظر ولم نقوم بالاعتذار عن هذه القضية ونقوم بالنقد عن هذه العمليات الإرهابية؟ فلذلك نحن نوالي هذه القضية. فكيف نحن نقول كذلك لاحقا عزيزي؟ فكيف من خلال هذا الاعتذار وكذلك النقد نستطيع أن نعيد النظر أو الانطباع لهؤلاء الشعب عن هذا المبدأ الإنساني من حيث بيان النظريات الحقيقية عن الإسلام؟ فما هو الإسلام الحقيقي؟ فلذلك جمهور الكريم، هذا التوضيح عن الإسلام، نحن نستطيع أن نقول بأن هذا الدين الإسلام نحن يهتم الإسلام بالمبدأ الإنساني، فنحن ليس دين إرهابي كما فعل هؤلاء المرهب، لأن هؤلاء المرهبون سوف لم يقوموا بهذا الاعتذار. فلا بد على هذه المعارضة أن تبين لنا بأن هؤلاء المرهبون سيقومون بهذا الاعتذار عن هذه القضية وننقد عن هذا. تفضل. نحن نستطيع نسبة تبيان براءة الإسلام من هذه العمليات دون أن نعتذر، لأن الاعتذار يثبت التهمة. ولك في الشيخ عبد الله بن بي الذي ذكره زميلك مثال. أضرب لكم مثلاً: إذا أخطأ الولد فالآباء أو الأم أمه وأبوه يقوموا بهذا الاعتذار، هل هذا يدل على أن هذه الأسرة قد أخطأت؟ فطبعاً لا. فلذلك نحن نقوم بالاعتذار ثم النقد، فهذان شيئان مهمان لبيان عن الإسلام كلها جمهور. فننتقل لحجتنا الثالثة تحت المحور اجتماعي، فنقول أن القرار يعيد الانطباع السيء عن الإسلام قبل الشعب في أنحاء العالم. فمن المعلوم أن الإرهاب هو قضية بشرية أمنية تؤثر على عواطف الناس جميعا، مما يؤثر على انطباع الناس في أنحاء العالم. فمن آثار السلبية من هذا الانطباع السيء من المجتمع والشعب العالم هو سوء المعاملة مع المسلمين جميعا. مثلا
هناك المقاطعة أو القتال أو الانفجارات الحادثة لدى هؤلاء المسلمين. فأضرب لكم مثلا فرنسا، حيث هناك الانفجار تشارلي هيبدو برئيس المجلس، رئيس المجلس في باريس، حيث هناك حيث هؤلاء الشعب في فرنسا يقولون أن هذا الانفجارات أدها المسلمون. ولكن عند من خلال هذا الاعتذار أو النقد من التجمعات من المسلمين المعتدلين في فرنسا، هؤلاء الشعب في آخرها يعتقدون أن هذا ليس من دين الإسلام، فدين الإسلام هو ليس دينا إرهابيا، فهو دين سليم الذي ينتمي إلى السلام والأمن. فعندما هنا قامت هذه التجمعات بالاعتذار عن هذه الحديثة ونقوم بالنقد عن هذه الحديثة، هذا يؤدي إلى ارتفاع إعادة الانطباع السيء من قبل الشعب في فرنسا إلى الانطباع الجيد أو الإيجابي لدى الإسلام. فأضرب أفيدكم علما أن فرنسا لها 4.71 مليون مسلمون، فهؤلاء الشعب المعظم أو 72% هؤلاء الشعب في فرنسا يظنون أن الإسلام دين سليم وليس دين إرهابي بسبب هذا الاعتذار وكذلك النقد عن العمليات الإرهابية. فهجتنا الرابعة تحت المحور السياسي، نقول أن استطاعة تنفيذ القرار في الضغط على تغيير السياسات المتعلقة. فهناك الدول التي قد انتهكت حقوق المسلم، فمثلا الولايات المتحدة الأمريكية، فبسبب هذا الاعتذار نستطيع أن نرى بأن هناك التجمعات من المسلمين المعتدلين الذين يؤدون يقومون بهذه الورشات أو هذه الحملات لنشر الوعي عن دين الإسلام. فمثلا هناك التجمعات التي قد تتحرك نحو اعتراف الفلسطينيين كدولة في الأمم المتحدة، فهذا قد نجحت. فكيف بسبب هذه التجمعات، تحركات هذه التجمعات، تستطيع أن تحل هذا الانطباع السيء من قبل دين الإسلام من خلال هذا الاعتذار؟ فطوال احتجاجنا قد تناولت حول 3 محاور: الاجتماعي، السياسي، والإنساني. شكرا على الاستصغاء. شكرا للمتحدث الثاني من فريق الموالاة في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا. الكلمة الآن مع المتحدث الثاني من جامعة قطر في المعارضة، أنس رصرص. بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي في كلا الفريقين، لجنة التحكيم الموقرة، جمهورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرى هذا المجلس أن على المسلمين المعتدلين الاعتذار ونقد العمليات الإرهابية باسم الإسلام. في البداية دعوني أتطرق إلى ما جاء به فريق الموالاة وأقوم بتفنيده. قالوا بأن العمليات الإرهابية أثرت سلباً على دين الإسلام. إذا قام أحدهم بالضرر بك، هل تقوم بالاعتذار له أم تتوقع منه أن يعتذر لك؟ قالوا بأنه ليس من حقك، إذن فهنا ليس من حقنا أن نقول للمعتذر للمتضرر أن يعتذر لمن ضره. إذن أوجه سؤالا هنا لفريق الموالاة: ما الحق الأخلاقي كي يقوم المسلمون المعتدلون بالاعتذار لمن قام بضرهم؟ بدأوا بمحور إنساني وقالوا بأن العمليات الإرهابية باسم الإسلام قد هددت الأمن والسلامة، وأن الاعتذار عما فعلوه هو بمثابة عمل إنساني بحت، بينما في حقيقة الأمر الاعتذار لابد أن يكون من غير المسلمين للمسلمين. لماذا؟ لأنهم هم من تضرروا بسبب هذه الأمور، لأنهم من تم تشويههم بسبب خطابات الكراهية كما بيّن صديقي المتحدث الأول. إذا كانوا يسبون الإسلام كما ذكروا، فلا يجب علينا نحن أن نقوم بالاعتذار، بل هم من يجب عليهم أن يقوموا بالاعتذار. المشكلة هنا ليس أننا نتحدث عن أن هذه العمليات الإرهابية تضر بالمسلمين أم لا، نحن نعلم ذلك، نعلم بأن الإسلاموفوبيا تضر بالمسلمين ككل. والمشكلة الأساسية هنا هي أن الإسلاموفوبيين
يعتقدون بأن هذه الفئة القليلة من المسلمين تمثل الإسلام كله. لماذا يعتقدون ذلك؟ بكل بساطة لأن الحكومات الفاسدة عندما تقوم بتسجيل هذه الجريمة تقول بأن هذه الجريمة كان دافعها الإسلام، بينما في حقيقة الأمر هذا الشخص ادعى بأن دافعها الإسلام، بينما في واقع الأمر كان دوافعها أمور سياسية بعيدة تماماً، بعيدة كل البعد عن الإسلام. إذن مشكلتنا الأساسية هنا بالتصنيف الخاطئ من قبل الحكومات، أن الحكومات لم تتطرق إلى أساس المشكلة، لم تتطرق إلى الدوافع الحقيقية من هذا العمل الإرهابي، وقامت بتسجيله على أنه إرهاب إسلامي. مداخلة. تفضل. أيتها المولى معارضة، لذلك نتطلب إلى هؤلاء الأغلبيين المعتدلين لينقدون على الأقلية كي لا يمثلوا الإسلام. بدون مايك، بدون مايك، لا أسمعك، بدون مايك. إذن سؤالي هنا واضح، أتوقع منهم أن يرينوا الحق الأخلاقي لكي يجبروا هؤلاء المسلمين المعتدلين على الاعتذار عما بدر من فئة لا تمثلهم، وسأتطرق إلى مداخلته بتفصيل بعد قليل. ضربوا مثالاً عجيباً بعض الشيء حين قالوا بأن الأب والأم لا يقومون بالفعل الخاطئ ولكنهم يقومون بالاعتذار عن هذا الطفل. من قال بأن هذه العمليات الإرهابية هي طفل الإسلام؟ من قال بأن هذه العمليات الإرهابية هي تمد الإسلام بصلة أصلاً؟ هذه العمليات الإرهابية ليست منا في شيء، والإسلام يحاربها على جميع الأصعدة. واجبنا هنا أن نقوم بمحاربتها، لا أن نقوم بالاعتذار عنها، لأنها لا تمثلنا إطلاقاً إطلاقاً. ضربوا محوراً اجتماعي وقالوا بأن اعتذار المسلمين المعتدلين في فرنسا قد أدى إلى أن تكون المعاملة حسنة في فرنسا، بينما في واقع الأمر أن وزيرة التعليم الفرنسية قد تم طردها من منصبها. تدرون لماذا؟ لأنها قالت بأن الإسلام غير إرهابي، لأنها قالت بأن الإسلام هو دين السلام. إذن كل ما يقولون عنه هو يصب في مصلحتنا في المقام الأول. الاعتذار يثبت فكرة أن هؤلاء الجماعات تنتمي للإسلام، بينما الواقع يقول أن هذه الجماعات ليست من الإسلام في شيء، ونحن أول من نقوم بمحاربتها. ضربوا محوراً سياسياً غريباً بعض الشيء حين قالوا بأن حين ضربوا إسرائيل وهذه الأمور، الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها هو ما يعطيها القوة أمام المجتمع الدولي. إذن إذا قمنا بالاعتراف بأن هؤلاء منا وأن هؤلاء الأشخاص قاموا بخطأ وهو ليس من الإسلام، إذن نحن نمدهم بالشرعية لأن يتحدثوا باسم الإسلام في المستقبل، وهذا ما سيزيد الوضع سوءا كما سأبين في محاوري. المحور الأول يتحدث عن كيف سيزيد ذلك الوضع سوءا. كما ذكرت، العمليات الإرهابية عندما يتم تصنيفها من قبل الحكومات على أنها على أن دافعها كان الإسلام أو أنها عملت باسم الإسلام فهو تصنيف خاطئ بكل معنى الكلمة. لماذا؟ لأن عندما البحث والتدقيق في هذه العمليات الإرهابية نجد بأن هناك دوافع سياسية، بأن هناك أجندات مسيرة تسير هؤلاء هذه الحركات الإرهابية كي تقول بأننا نقوم نعمل ذلك باسم الإسلام. أيضاً الإسلام ليس هو المسبب هي دوافع أخرى تماماً بعيدة عن الإسلام. إذن مشكلتنا الأساسية هي بالتصنيف الخاطئ من قبل الحكومات، وأن الاعتذار والتثبيت بأن هذه الفئة تنتمي للإسلام لن يمس المشكلة الأساسية نهائياً. المشكلة سوف تبقى قائمة، التصنيف سوف يبقى قائماً، لأن المسلمين يعتذرون عن هذه الجرائم بينما في حقيقة الأمر هم ليس لهم علاقة بها بتاتاً. لماذا لا دعونا نطرح سؤالاً، لماذا لا يقوم المسيحيون بالاعتذار عن هذه الجرائم الإرهابية؟ لأن هذه الحركات لا تمثلهم وهي لا تمثلنا أيضاً. مداخلة. تفضل. يا أيتها المعارضة، بدون مايك. المشكلة التي أثرت على أفراد الدين جميعهم، فهل فقط نحن ننظر وننتظر ونرى بقاء الانطباع السيء من قبل هؤلاء على الإسلام؟ نعم، نحن لن نبقى وننتظر، نحن سوف نقوم بمحاربة هذه الحركات الإسلامية، ولكننا لن نقوم بالاعتذار عن شيء لم يبدر منا، عن شيء نحاربه نحن في المقام الأول. دعوني الآن أتطرق إلى المحور الثاني، ألا وهو كيف سيزيد ذلك الوضع سوءا. تطبيع التصنيف كما بينت
كيف سيزيد ذلك الوضع سوءا؟ تطبيع التصنيف كما بينت هو يعني استمرار تصنيف هذه الحكومات للجرائم باسم الإسلام. ما علينا فعله هنا هو أن ننكر هذه الأمور. إذا قام هذه الأفراد، هذه الحكومات إذا قامت بوصفها بأنها إرهاب إسلامي، سنقوم برفضها كما رفضها أردوغان رئيس تركيا حين قالت ميركل بأنها تريد محاربة الإرهاب الإسلامي. قال لها لا، نحن لا نريد محاربة الإرهاب الإسلامي لأنه لا يوجد هناك إرهاب إسلامي، نحن نريد محاربة الإرهاب ونحن معكم هنا في المقام الأول. دعونا نطرح سؤالا هنا، ماذا إن كانت هذه، كما نعلم جميعا بأن هذه الحركات الإرهابية بما أنها لا تمثل الإسلام فإنها تضر بالمسلمين أولا عندما تقوم بقتلهم. نحن لا نتحدث هنا عن حركة إرهابية تقوم بقتل غير المسلمين وفقط، إنما هذه الحركات الإرهابية تقوم بقتل المسلمين أولاً قبل أن تقوم بقتل غيرهم، كما نرى في داعش على سبيل المثال، لأنهم يرون بأنهم الأصح وأنهم الأفضل وأنهم هم من يفهمون الدين فقط، فبالتالي هم يقومون بقتل المسلمين. من سيقوم بالاعتذار لنا؟ هذا السؤال، هذا السؤال الذي أتوقع من 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 فريق الموالاة أن يجيب عليه. إذن فنحن هنا وصلنا إلى هدفنا ألا وهو رفض تطبيع فكرة الإرهاب الإسلامي ووجود إرهاب أصلاً باسم الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله. شكراً للمتحدث الثاني من فريق المعارضة أنس رصرص. الآن مع المتحدث الثالث من فريق الموالاة محمد نور فرمان، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشكركم شكرا جزيلا يا صاحب المعالي رئيس المجلس الموقر لجنة التحكيم العادلة، إخواني من قيادة الفريقين الموالاة والمعارضة، ولا أنساكم أيها الجمهور الكريم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الكرام، نؤكد من جديد على موالاتنا بمشروع بموضوع أو بقرار المجلس، ألا وهو يرى هذا المجلس أنه على المسلمين المعتدلين الاعتذار عن ونقد العمليات الإرهابية التي تحدث باسم الإسلام، وهذا انطلاقا من موقفنا المبدئي ألا وهو لتنزيه سمعة الإسلام وحماية المسلمين عن أولا الآثار السلبية المترتبة من إسلاموفوبيا، وثانيا مشاركة المسلمين في الأنشطة المؤدية إلى العمليات الإرهابية. وأنا بوصفي المتحدث الثالث سوف أرد على جميع الحجج والبراهين من فريق المعارضة. بداية الأمور أيها السادة الكرام، كأن هذه المعارضة تجاهلت عن كلمة النقد في هذا الموضوع أيها السادة الكرام. منذ بداية كلام المعارضة حتى هذا الحد هي فقط ركزت على الاعتذار، ونحن من فريق الموالاة قد وفرنا لكم كيف حقيقة الاعتذار هنا، على أساس أن هؤلاء أو أن هذه الفرق الإرهابية فعلت هذه الأنشطة الإرهابية على اسم الإسلام أيها الجمهور الكريم، فعلينا أن نعتذر لندافع ولندافع عن اسم الإسلام أيها السادة الكرام. ثم كأن هذه المعارضة اتفقت معنا لما أتت بتصريح من إردوغان أن حقيقة هذه الإرهابية حقيقة ليست من الإسلام، فهذا أفيدكم علما أن التصريح من إردوغان من النقد أيها السادة الكرام، من النقد. فبناء على هذا، هذه المعارضة قد اتفقت مع موقف من فريق الموالاة. ننتقل إلى حجتها الأولى ألا وهي لاحقاً عزيزي، إلى حجتها الأولى تحت المحور الاعتذار. ثم زعمت بكل جرأة أن الاعتذار هو إقرار بأننا قد أخطأنا في البداية. أيها السادة الكرام، كأن هذه الموالاة أو المعارضة تجاهلت أن هذه العمليات الإرهابية أقيمت باسم الإسلام، فقد بين لكم كيف أن الاعتذار لا يكون بوحده أيها السادة الكرام. الاعتذار هنا من فريق الموالاة حقيقة الاعتذار مع النقد أيها السادة الكرام، فلما يكون الاعتذار مع النقد حقيقة هناك الخطوات المتتابعة بعد هذا الاعتذار لأن نحل هذه المشكلة أيها السادة الكرام. فلذلك أيها السادة الكرام، على هذه المعارضة أن تركز على نص القضية ويركز على النقد في هذه القضية.
نعم تفضل. مثال الطفل كان واضح عندما قلتم بأننا سوف نعتذر عن أبوه، سوف يعتذرون عنه ويقومون بتأديبه، والتأديب هو النقد هنا. هل هذا بالتحديد يعني بأننا أسأنا تربيته؟ هل الإسلام أساء تربية هؤلاء الأشخاص؟ وصلت الفكرة. حقيقة لما أتينا بمثال الأب وكذلك الطفل، لابد أن نقيم أن حقيقة لا نستطيع أن نتوقع من الطفل أن يعتذر أيها السادة الكرام. فلذلك لما يقع الطفل في الخطأ ونحن والأسرة حقيقة من الأسرة أن تعتذر لكي نستطيع أن نوعي المجتمع العام أن حقيقة الطفل ليس من الخطأ أصلا، ولكن علينا أن نركز على الخطأ ونقيم ما هو الحل الأنسب لأن نحل هذا الخطأ أيها السادة الكرام. فهذه الحجة والمداخلة مرفوضة. ثم في حجتها الثانية تحت محور عدم فعالية الحل، ثم تكلمت عن استمرار تصنيف الحكومة ضد الإسلام، ثم أتت بالعوامل الأخرى التي تؤدي إلى إسلاموفوبيا. أفيدكم علما أيها السادة الكرام، لما تكلمت هذه المعارضة عن العوامل الأخرى المؤدية إلى إسلاموفوبيا هي حقيقة قد خرجت بعيدا من النقطة التناظرية أيها السادة الكرام. لماذا؟ لما نقيم هذه العوامل الأخرى أيها السادة الكرام لوجدنا أن حقيقة السبب الرئيس هو أننا لا نستطيع ولا يمكننا أن ندافع بكل جيد عن اسم الإسلام بعد حدوث هذه الأنشطة الإرهابية. ولذلك علينا أن ندافع بكل جيد عبر الاعتذار، عبر النقد أيها الجمهور. وقد وفرنا لكم كيف حقيقة هناك المؤتمرات من المسلمين المعتدلين مثل طارق رمضان، مثل عبد الله بن بيا، مثل ياسر قاضي وغيرهم من المسلمين المعتدلين أيها السادة الكرام. ولذلك فعل هذه المعارضة أن تبرهن لنا، نتحدى هذه المعارضة أن تبرهن لنا أن حقيقة الاعتذار والنقد والجهود المبذولة من المسلمين المعتدلين حقيقة ليس هناك تأثيرا على يعني مشاركة المسلمين مثلا في الحلقات الإرهابية أيها السادة الكرام. تفضل. علاج المشكلة يبدأ بعلاج سببها، السبب هو التصنيف الخاطئ وليس أننا لم نقم بالاعتذار عن شيء لم يبدر منا. حقيقة لما حدث التصنيف الخاطئ هل نقوم بالدفاع الجيد أيها السادة الكرام؟ فهذا هو السؤال الرئيسي في هذه القضية. فطوال هذه المناظرة قد بيّن لكم الحجج والبراهين من ثلاث المحاور: المحور الأول المحور الوعي، والمحور الثاني المحور الاجتماعي، والثالث المحور السياسي، والمحور السياسي. فحقيقة لما أتينا بهذه الحجج كلها لم تستطع هذه المعارضة أن تفند على هذه الحجج. مثلا أتينا في المحور الوعي وقد وفرنا لكم كيف حقيقة هذا الاعتذار والنقد يعد الخطوة الأساسية لأن نحل هذه المشكلة من منبعها. حقيقة لما نقوم بالاعتذار وكذلك النقد نمنع انضمام المسلمين الآخرين من المشاركة في الحركات الإرهابية أيها السادة الكرام. لم تستطع هذه المعارضة أن تفند هذه الحجة. حجتنا الثانية تحت المحور الاجتماعي، قد وفرنا لكم كيف حقيقة عبر الاعتذار وكذلك النقد نستطيع أن نحامي وكذلك أن نحافظ المسلمين عن الانتهاكات وكذلك الهجوم من المجتمع حوله أيها الجمهور الكريم لما نقوم بهذه الجهود. ثم في حجتنا الثالثة تحت المحور الاجتماعي، قد وفرنا لكم كيف حقيقة لما نقوم بالاعتذار والنقد نستطيع أن نحل هذه المشكلة من منبعها. فبناء على هذا نطالب سيد الرئيس أن يقبل هذا القرار قبولا تاما. شكرا على حسن الإصغاء، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. الكلمة الآن مع المتحدث الثالث من فريق المعارضة في جامعة قطر، عبد الرحمن الكبيسي. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكل الفريقين والحضور الكريم. سأبدأ بالتفنيد الذي يتخلله إعادة البناء
بدأ المتحدث الأول خطابه بأن هذه الادعاءات باطلة عن الإسلام، وجاء المتحدثون الباقون كي يعتذروا عن ادعاءات باطلة. فكيف يعتذروا عن ادعاءات باطلة في الأساس؟ قال إن أغلبية المسلمين هم من المسلمين المعتدلين، فبالتالي هم من يجب أن يقوموا بالتصحيح. لم يبين لنا لماذا على شخص لم يرتكب أي جريمة، لم يساهم في أي جريمة، أن يقوم ويحضر مؤتمر أو يقوم ويعتذر عن شخص قد قتل أو شخص قد فجر أبرياء وجميع الناس يقرون أنه خطأ، ولكن لماذا على هذا الشخص أن يقوم ويعتذر أو يبرر ماذا يفعلون؟ قال في المحور الأول وهو محور الوعي بأن الاعتذار يصحح الوعي. هل لو اعتذرت السعودية أو اعتذرت العراق ستتوقف داعش عن هجماتها؟ هل الاعتذار في مؤتمر أو الاعتذار في قناة أخبارية يرفع الوعي أو يجعل هذا الإرهابي يتوقف عن عملياته الإرهابية؟ لا، هذا لن يحدث. أيضاً قال أنهم قال في محور الوعي وبكل بساطة أنه يجب فعل ذلك كي نقوم بجعلهم أقل. لا، يجب علينا أن نقوم ونخرج ونتبرأ منهم ونقول هذول ليسوا مسلمين كي يزيد انتماء المسلمين الأصليين للإسلام، ولا يقومون بفعل هذه الجرائم. أفضل خطاب يجسد موقفنا هو خطاب أردوغان عندما رفض أن تلصق تهمة الإرهاب بالإسلام. فلا نستطيع أن نقول هؤلاء مسلمين ولا نتحملهم ولا نعتذر عنهم. عندما تقود سيارة مرسيدس وتصطدم، لن يأتي مسؤول شركة مرسيدس للاعتذار، لأنك أنت من أسأت القيادة وليست السيارة هي الأمر الخاطئ. فأنت المسؤول وحدك، ولا أحد يتحمل مسؤولية فعل أفراد عدة وقد اعترفوا ضمنياً بأن الأغلبية معتدلة، فيعني ذلك أنهم هناك أقلية. فكيف يأتي العالم ويحكم على أقلية ويتناسى هذه الأغلبية المعتدلة؟ إن العالم إذن جائر وظالم. تحدث الشخص الثاني في المحور الإنساني وقال أنه هذا يحسن صورة الإسلام. لا يا صديقي، بكل بساطة نستطيع تقديم التعازي، لأننا نقدم التعازي حتى لو لم نتحمل الذنب. عندما يموت مسيحي نستطيع تقديم التعازي حتى لو لم نكن مجرمين. فلتفعيل المحور الإنساني علينا أن نقدم التعازي، نعم، وعلينا أن نخرج ونتبرأ منهم تمام التبرؤ بأنهم ليسوا مسلمين ولا يمتون لنا بصلة. بل وعلينا أيضا لتفعيل المحور الإنساني أن نحاسبهم ونعاقبهم أشد العقاب والجزاء، وليست الاعتذار عنهم أو تمهيد ما قالوا أو تبرئتهم أو ما إلى ذلك أو نقدهم. أيضا في مداخلة على زميلي قد قارن الأب بالطفل، وسؤالي لك هل الإرهابي شخص غير مسؤول؟ مقارنتك خاطئة، فالطفل شخص غير مسؤول وغير واعي ولا يدرك العواقب، بينما هذا الإرهابي الذي قام بالتفجير وقام بالقتل يحمل هذه ثلاث أشياء. فيجب أن يحاسب ويجب أن يعتذر هو نفسه ولا أحد يمثله، فهو صفة قانونية بمفرده، ولا يجب على أي مؤسسة أو أي حزب تبني أفكاره وتمثيله والدفاع عنه والاعتذار عنه. فهو المخطئ ولا يجب على أي شخص فعل ذلك. أيضا مداخلة مرفوضة. أيضا قال في مثال فرنسا أن الاعتذار في مثال فرنسا عن جرائم شارلي إبدو أن الاعتذار هو الأمر الصائب. نعم اعتذروا، ماذا حدث؟ هل قتل جرائم؟ لا، لم تقل. تخيلوا فقط لو طبقنا قرار فريق الموالاة وشاهدنا على مدار الساعة في جميع القنوات 24 ساعة مسلمين يقومون بالاعتذار. هذا ما يقوم بتطبيع الفكرة، هذا ما يجعل كل الناس يؤمنون بأن المسلمين مخطئين، يؤمنون بأن المسلمين لديهم مسؤولية أخلاقية يجب عليهم أن يقوموا بالاعتذار عن هؤلاء الناس. فبالتالي هذا ما يطبع الفكرة في المقام الأول. لا نريد أن يخرج أحد ليعتذر منهم، فهم يمثلون أنفسهم، ولا نريد أن نبرئهم وما إلى ذلك. مداخلة مرفوضة. تحدث أيضا في المحور السياسي أن الاعتذار يا زملائي وبكل بساطة يقوم بتغيير السياسة ويقوم بتفضيلها. دعني أخبرك مثال، السعودية عندما اعتذرت قدمت أمريكا عليها قانون جستة، فهذا نعم يغير السياسة للأسوأ ولا يغيرها للأفضل. فالاعتذار هو خطأ مطلق لا نريد هنا ولا نريد نقده. موقفنا واضح، وهو أن على الناس الخروج والتبرؤ والفصل وقول بأن هذا الشخص يمثل فردة ولا يحسب علينا ولا يكون إرهابي. أيضا تحدث في المحور الاجتماعي كيف أن الاعتذار سيزيد الأواصر الاجتماعية ويزيد الروابط بين الناس ويزيد الود بينهم وما إلى ذلك. لكن تفنيدي لك بأنه
بأنه لو افترضنا جدلاً أن الفرنسيين والألمانيين يشاهدون اعتذارات المسلمين على مدار الساعة لأنهم عملوا أعمالاً إرهابية، بالتالي سيطبع لديهم بأن المسلمين إرهابيون، سيطبع في عقلهم الباطن بأن هؤلاء الناس مخطئين، سيمشون في الشارع ويخافون من هؤلاء الناس، سيقومون بمحاسبتهم إذا لم يقدموا اعتذارات وما إلى ذلك. فهذا أيضاً ليس محور. النقطة الأخرى هو يجب أن نفصل بين النص ويجب أن نفصل بين فهم النص. فالنص وجميعنا نعرف أن جميع الأديان لا تحث على الإرهاب والدمار، فبالتالي هذا الشخص لا يحسب على النص، هو فهمه خاطئ، هو استغل النص بطريقة خاطئة فهو لا يحسب على النص. ولا يجب على من يستغل أو من يمثل الإسلام أو من يمثل النص أن يقوم بتبرئة هذا الشخص الذي فهم الأمر بطريقة خاطئة، وليس مسؤوليتنا أنه فهم الأمر بطريقة خاطئة. أيضاً هل تعتقد صديقي أو هل تعتقدون يا فريق الموالاة أننا لو جعلنا أو كثرنا من الاعتذارات على القنوات والمؤتمرات ستقل الجرائم الإرهابية من هؤلاء الناس سيعودون للطريق السليم؟ لا يا سادة، بكل بساطة داعش لن تتوقف مع أن الجميع اعتذر ويجب علينا التبرؤ منها وليس الاعتذار عنها ولا تمثيلها. تحدث المتحدث الثالث وحاول فريق الموالاة التهرب من النص، لأن الاعتذار يعني عليك أنك تتحمل مسؤولية أخلاقية ومسؤولية قانونية بأنك أنت أخطأت فيجب عليك أن تحاسب أو يجب عليك أن تعتذر. نحن موقفنا يجب عليك أن تتبرأ ولا تعتذر ولا تقوم بفعل هذه الأشياء، ويجب على المسؤولون أن يقوموا بالفصل بين المسلمين والجرائم الإرهابية. ولا نريد حق اعتذار ولا نريد نقد، بل نريد عقابا شديدا جدا لهؤلاء الناس، نريد جعلهم ناسا غير مرتبطين بالإسلام. أيضا أنت قلت أنك تدافع عن فكرة الإسلام، أنت لا تدافع عن فكرة الإسلام، لأن الدفاع في المحكمة يعني أنك متهم ويجب أن تدافع لتثبت براءتك، فبالتالي لا يجب عليك الاعتذار لأن الاعتذار دفاع، وهذا يعني أنك متهم حتى تثبت براءتك. يجب عليك التخلي عنهم بكل بساطة ولا يجب عليك الدفاع عنهم، لأن الدفاع يعني أنك متهم ويجب أن تحاسب. يكون فريقنا وصل إلى فكرة رفض تطبيع الإرهاب الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للمتحدث الثالث عبد الرحمن الكبيسي من فريق الموالاة من فريق المعارضة في جامعة قطر. انتهينا الآن من الخطابات الرئيسية، نأتي الآن لخطاب الرد، ونبدأ بفريق المعارضة في جامعة قطر، ويلقي خطاب الرد براء ضرار الأحمر. بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا والعود أحمد. تنزيه سمعة المسلمين من الإسلاموفوبيا ومنع المسلم من المشاركة في هذه العمليات هدف فريق الموالاة. رفض تطبيع فكرة الإرهاب الإسلامي هدف فريق المعارضة. دعونا نرى ماذا جرى في هذه المناظرة لكي نرى أي الفريقين قد وصل إلى الهدف الذي يريد. بداية منذ متحدثهم الأول قالوا بأن الإسلام لم يخطئ وأن الإرهاب لا يرتبط بالإسلام بتاتاً وأن هذا فهم خاطئ للإسلام، ثم قالوا بأن الإرهاب هو طفل الإسلام من قبل المتحدث الثاني، ومن بعدها أعاد المتحدث الثالث بعد مداخلة زميلي لكي يقول بأننا نحن كمسلمين كأسرة لهذه الإرهاب يجب أن نحتوي هذا الطفل لأننا لا نتوقع منه أن يعتذر ويجب أن نعتذر نحن، ولذلك نحن نعتذر الآن. ولكن نحن قلنا بأننا لن نعتذر عن طفل شخص آخر لأن الإرهاب هو ليس طفل المسلمين، لكي نثبت بأنه ليس طفلنا ولكي يقولوا ويقروا بأن الاعتذار عن هذا الطفل أو عن هذا الفعل يثبت بأنه طفل، لكي يثبتوهم بأن العمليات الإرهابية هي تابعة للإسلام ويتناقضوا مع نفسهم كمتحدثين. اثنان، تجاهلوا خطاب الكراهية منذ خطاب الأول، ولكنهم قالوا أيضا بأنهم يريدون حل مشكلة الإسلاموفوبيا، ولكي يتبين فيما بعد بأن هذا فقط كلام وأن
أنهم لا يريدون فعلاً. لماذا؟ لأن المتحدث الأول والثاني والثالث لم يتعقب أبداً عن أن مشكلة خطاب الكراهية عن مشكلة الإسلاموفوبيا تكمن في خطاب الكراهية، وأنهم إذا أرادوا أن يعالجوا هذه المشكلة فيجب أن يعالجوا خطاب الكراهية، ولكنهم تناسوا هذا تماماً ودعوا يقولون ويلعبون على العواطف لكي يقولوا بأننا نحن إنسانيين وأننا نحن نتعاطف مع هؤلاء الأشخاص وأن هناك أضرار على الدول وهناك أضرار على المسلمين. ولكن قال دائماً المتحدث الثاني والمتحدث الثالث بأن هذه الأضرار سببها خطاب الكراهية وليس سببها هذه العمليات، وقلنا بأن الاعتذار يثبت هذه العمليات، يثبت التطبيع، بالتالي تزيد الضرر. أنت مع الإسلاموفوبيا، بالتالي أنت تؤيد الإسلاموفوبيا وتسير معها في خط متناسق، أنت تزيد العبء على المسلمين، أنت لا تخفف العبء عن المسلمين. أعطونا حلاً منذ بداية خطابهم، منذ بداية خطاب متحدثهم الأول لتبرئة الإسلام، وقد قبلنا فيه، وقلت أنا كمتحدث أول بأنني أنا قبلت هذا الحل، وأعاد عليه متحدثهم الثالث أيضاً، ألا وهو توضيح فكرة الإسلام الصحيح في المؤتمرات، وأعطانا مثالاً للشيخ عبد الله بن بيه، وقد قبلنا فيها أيضاً، بل نحن زدنا عليه أيضاً خلال متحدثينا بأننا قلنا بأننا نعم هذا هو الحل، بأننا يجب أن نرفض أي فكرة إرهاب. أي فكرة إرهاب ترتبط بالإسلام كما فعل أردوغان عندما رفضها تماماً، لم يعتذر ولم ينقض بل رفضها تماماً، وقلنا بأنكم إذا كنتم فعلاً تريدون تصحيح فكرة هذا الإسلام فتصحيح فكرة هذا الإسلام عندما تعتذرون أنتم تضرون بهذا، لذلك حلكم نحن قبلنا فيه ورأينا بأنه حل ناجح، بالتالي زدنا عليه أيضاً بأننا يجب أن نوضح هذا في قنوات الإعلام خاصة الغربية لكي نحارب خطاب الكراهية. قالوا أيضاً بأننا تهربنا من كلمة النقد، ولكن حقيقة المتحدث الأول في فريق الموالاة لم يعرف كلمة النقد، وعرفتها أنا وقلت بأن النقد عندما يأتي من شخص في نفس الفئة من مسلم إلى مسلم يكون على شكل عتاب، والنص خصص المسلمين وهم خصصوا المسلمين، إذن هم يريدون لمسلم أن يعاتب مسلم، وأنت عندما تعاتب أحدا تعاتبه على خطأ قد قام به لأنه أثر فيك، أي وكأنهم يقولون أيضا مرة أخرى لكي يتناقضوا مع أنفسهم بأن المسلمين هم المسؤولين عن هذه العمليات الإرهابية أيضا، بالتالي هم أيضا أخطأوا. أيضا عندما قال زميلي عندما أتوا بمثال فرنسا الذي أيضا انقلب ضدهم، حيث قالوا بأن فرنسيين قاموا بالاعتذار المسلمين المعتدلين في فرنسا، ولكن قلنا بأن فرنسا ما زالت جائرة وتطبق قوانين جائرة وأن الاعتذار لا يفيد. إذن أعتقد أن من خلال هذه المحاور وصلنا نحن إلى أننا إذا رفضنا الاعتذار رفضنا التطبيع، إذن وصلنا إلى هدفنا وهو رفض تطبيع فكرة الإرهاب الإسلامي، وهم نقضوا هدفهم بأنفسهم تماما. وشكرا. شكرا لمتحدث فريق المعارضة. الآن مع المتحدث في خطاب الرد وفريق الموالاة عبد الرحيم بن إلياس، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة الكرام، نحن جئنا موالين لقرار المجلس الذي قال بأنه على المسلمين المعتدلين الاعتذار عن ونقض العمليات الإرهابية التي تحدث باسم الإسلام. فلذلك أيها الجمهور الكريم، نأتي إلى هذه القاعة المشرفة ونبرهن لكم ما هي الإيجابيات وأهميات من الاعتذار وكذلك النقد. أيها الجمهور الكريم، مع أن هذه الموالاة المعارضة تتكلم فقط عن الاعتذار أيها الجمهور الكريم، كأنهم أخطأوا في فهم موضوعنا في هذه المساء المبارك. فلذلك أيها الجمهور الكريم، فقط تتكلم عن سلبيات الاعتذار بأنه يقر على مسؤوليتنا في هذه العملية الإرهابية، فهذا إن دل على شيء يدل على أن صفة الأنانية الظاهرة عند فريق المعارضة حينما نحن نتهم بالإرهاب وما إلى ذلك، هم
قاموا وقال بكل افتخار بأنهم ليسوا منا وأنا ونحن ليس منهم أيها الجمهور الكريم. فلذلك أيها الجمهور الكريم، الأسرة تتهم بالإرهاب، الأسرة تدعى بالإدعاء الباطلة، ونحن لم نقم بأي دفاع، ثم تتكلم عن أصل مشكلة هو خطاب الكراهية. نعم، خطاب الكراهية سببه هو عدم الدفاع عن الاسم الإسلام، عن اسم أسرتنا، مع أنه يتهم أيها الجمهور الكريم. فلذلك ما هو موقف الأساسي عند هذه عند فريق المعارضة؟ فلذلك أيها الجمهور الكريم، برهن كذلك أيها الجمهور الكريم، اتفقت هذه المعارضة مع قولنا في النقد أيها الجمهور الكريم. نحن قد حددنا وعرفنا منذ البداية أن النقد هذا نفي الإسلام من انتسابه إلى أي العمليات الإرهابية، واتفقت على هذا التعريف من قبل هذه المعارضة. ولكن بعد ذلك جاءت مثلا تصريحات إردوغان التي اتفقت معنا، شكرا لكم أيتها المعارضة. ثم إلى الجمهور الكريم يتكلم، نحن لسنا مسؤولين عن هذه العملية الإرهابية. كأن هذه المعارضة تتوقع بأن هؤلاء الفرق الإرهابية سيعتذرون مما عملوا أيها الجمهور الكريم، وهذا شيء مستحيل جدا أيها الجمهور الكريم. كأن هذه المعارضة تتجاهل من هذه الحقيقة، ثم تتوقع بأنهم ستعتذرون لهذه العملية الإرهابية. ثم أيها الجمهور الكريم، نتكلم كذلك في عدة المحاور، نتكلم عن المحور الإنساني أيها الجمهور الكريم. لماذا نعتذر؟ لأن الضحايا من هذه العملية الإرهابية كثيرة، وهم ماتوا بسبب هذه الإرهاب الذي ينسب إلى الإسلام أيها الجمهور الكريم. فلذلك نعتذر على مبدأ إنساني القوي في قلوبنا، قلوب المسلمين أيها الجمهور، لأنه يحدث على اسم أسرتنا أيها الجمهور. فلذلك نتكلم تحت المحور الاجتماعي. فلذلك أيها الجمهور، الاعتذار والنقد حقيقة يبعد المسلمين من السياسات والمعاملات السيئة تجاه المسلمين في مجتمعات العالم. فلذلك تحت المحور السياسي كذلك أيها الجمهور، تغيير انطباع المجتمع نستطيع أن نغير السياسات الحكومية التي ضد المسلمين. كما مثلا الجمهور الكريم في قضية فلسطين، حقيقة مع بإذن رئيس المجلس لوبي القوي من قبل الإسرائيل، ولكن نستطيع أن نغير انطباع هذه الحكومة لتعترف بشرعية فلسطين. وهذا عبر ماذا أيها الجمهور؟ عبر تغيير انطباع المجتمع وتحريكهم اتجاه هذه القضية. فلذلك بناء على هذا نطالب المجلس لقبول هذا الموضوع قبولا باتا تاما. شكرا لكم. شكرا لفريقي الموالاة والمعارضة على هذا الأداء المتميز. انتهت المناظرة، وتجتمع الآن لجنة التحكيم للوصول إلى القرار النهائي للفائز في هذه البطولة.